من أجل منظر حضري جميل، شرعت شركة الخدمات العامة للنظافة في حملة تنظيف شوارع وأحياء مدينة بني وليد والطرق الرئيسية بالمدينة. تطوعية أهلية، ولابد الناس كلها تفهم أن الحملة أهلية تطوعية، يعني بتطوع شركات المقاولات الخاصة المحلية، وأيضا بتطوع بعض الشباب الحقيقة والمؤسسات المجتمع المدني، أيضا بتطوع الإعلاميين، وأيضا بوجود كل أعضاء المجلس البلدي وعميد البلدية المكلف وكل الشباب الحقيقة موجودين، رجال المرور والشرطة. الحملة حسب القائمين عليها تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية النظافة العامة وإظهار الوجه الحضري للمدينة. الحملة قامت بها شركة الخدمات العامة وبالمساندة من الأخوة في المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأخوة والأهالي المدينة وأصحاب السيارات والشاحنات. طبعا هذه الحملة تشمل مداخل المدينة والأحياء داخل المدينة، والحملة هذه إن شاء الله مستمرة طيلة هذا الأسبوع بعون الله إلى حين نهاية الأسبوع القادم بعون الله، والحملة تشمل جميع المكبات. وهذه طبعا احنا طبعا الحملة هذه دائما موجودة كشركة خدمات الحملات، لكن هذه تتميز بدعم الأهالي، وقوف الأهالي مع الشركة، وقوف أصحاب الشاحنات وجرافات مع الشركة والأخوة في المجلس البلدي لبلدية بنودي. الحملة شارك فيها جمع من منتسبي منظمات المجتمع المدني وجمعية الهلال الأحمر الليبية.